جمال عبد الحميد عين السيرة ونجوم عين السيرة. وانت انا عارف رحلة كفاح طويلة، ويعني انا يعني وانا صغير كنت بروح اتفرج كده على كابتن جمال عبد الحميد وكان لسه متشافي من الإصابة، فاكر لسه ذكريات في ذهني ما انساهاش. كابتن جمال كان يعني سر ان هو بيطلع كده ويحطها براسه اعلى من الكل. تخيلوا كابتن جمال كان في التدريب بيعمل ايه، بيربط كيس رمل يمين وكيس رمل شمال، وكان يقعد يعمل فقرة تدريبية لنفسه في داخل ملعب كابتن محمد حسن حلمي طبعا. وانا كنت بشوف كابتن، صح صح انا قلت سر من اسرارك، ايوه صح، ما حدش يعرفه ان انت تحط مثلا 5 كيلو 5 كيلو وتطلع ترتقي لفوق، بتديك أيوة. سهولة متهيألي لو انت في المباراة او في التدريب. هو يعني الحي الشعبي دايما يا خالد، او دايما الولد او اما بيلعب في الشارع بيكتسب مهاره كبيره. فاحنا كنا بنلعب زي ما كابتن مصطفى قال، كنا حافيين، احنا كنا ولا ابويا كان راجل موظف فكان بيقبض له 17 جنيه واحنا 5 اولاد وساكنين في عين السيره في حي شعبي، وكان قدامنا هنغنى منكم يا جيمي، كان ابويا كان واخد 25 جنيه لا عشان انت ربنا كان بيديه 25 جنيه عشان انتوا 10 25 عشان انتوا 10 انتوا 5 اولاد 5 اولاد وهو 5 و5. ايوه عندي علاء وماجده ورجاء وعفاف وانا. فالمهم احنا كنا بنلعب حافيين لان ما عندناش الفلوس اللي نجيب بيها كاوتش عشان نلعب بيها جزمه نلعب بيها يعني. يمكن احنا في الدورات بقى زي ما قال الكابتن احمد، مش عايزين نحرق تقرير بكره، عندنا حلقه وتقرير. واحنا الكابتن ايه؟ الكابتن مصطفى قال ان احنا كنا بنلعب في بنعمل دورات وكده، احنا كنا بنجيب الطوب بقى البلدوره بتاعه الرصيف دي، كان زمان بنحط طوبتين في الدورات، بنحط البلدوره واقفه عشان يبقى هي عرضه عرضه طويله يعني هي مثلا نص متر، فبنقول بقى احنا عندنا مع الوقت بدانا نجيب جذع الشجر ونوقفه عشان يبقى ده بقى جول بجد، ونعمل وراه ملايه قال يعني دي الشبكه. يعني كنا سعداء جدا وكنا بنلعب كره جميله جدا، وكنا الشراب كان ياما ابونا ياما اتخانق مع والدتي عشان الشراب، كنا بناخد شراب بتاعه فرده ونعمل بيه الكره السفنج عشان ما معناش فلوس نجيب كله نعمل بيها الكوره، كنا ناخد شراب كل واحد ياخد يخطف، مش هقول بقى ياخد يخطف شرابه ويجي اسبوع عشان نعمل بكره شراب لان ما كانش فيه والله كنا يعني انا مثلا ابويا يلع الشراب وراح واخد الفرده ونازل جري عامل الكوره بيها. طبعا هو يزعق مع امي بقى اقول في شراب فين وانا يعني نايم وعمال اقول يا عيني يا امي يا عيني يا امي نفس الموضوع. برنامجنا طبعا اسبوعي وعندنا العديد من الفقرات الثابته دائما، ويمكن اتكلمت الكابتن مصطفى مع الكابتن جمال ومع الاستاذ فتحي سند وقعدنا تحاورنا في الذكريات والميني ماتش. نقول لك بقى كنا بجيب السفنج منين؟ لا ما ده لسه بقى بكره. ده لسه السفنج هيجي منين ده بكره؟ السفنج ده لبكره بس عشان وقتنا ما يسرقناش.